اهلا يا اهلا اتكلمنا أهل. قبل كده عن اطفال عايشين لوحدهم في ارض الاحلام والجنيات لما حكينا عن بيتر بان اتكلمنا عن الراجل اللي عاش عشرات السنوات لوحده بطوله على جزيره في وسط البحر بعد غرق سفينته روبنسون كروزو المره دي هكلمكم عن ولد مش بس عايش بطوله في جزيره معزوله وسط لا شيء انما كمان نجاه الجنس البشري وانقاذ كوكب الارض كله او ما تبقى منه ملقى على عاتقه ويعتبر مسؤوليته هو لوحده رواية اسمها المد الهائل لكاتب أمريكي اسمه ألكسندر كي ترجمتها للعربي مرنان رشيد في الطبعة اللي انتوا شايفينها قدامكم على الشاشة دي تبدأ الرواية واحنا نتعرف على كونان شاب عمره 17 سنة عايش على جزيرة صغيرة جدا تعتبر أصلا مجموعة من الصخور اللي اتحطت جنب بعض مش جزيرة حقيقية قوي وقت لما الحرب العالمية الثالثة قامت والعالم كما نعرفه انتهى كان عمره 12 سنه ده معناه انه بقاله خمس سنوات بيكافح لوحده وبيحارب من اجل البقاء طول الروايه ما بنعرفش هي الحرب العالميه الثالثه دي قامت ليه ولا هم مين اطرافها كل اللي نعرفه انه الميه غرقت العالم وانه ما تبقى منه من العالم يعني بتسيطر عليه مجموعه اسمها النظام الجديد والنظام الجديد ده هو نفسه النظام القديم اللي تسبب في الحرب العالمية دي وأدى لنهاية العالم ولكن طبعا بفضل التكنولوجيا المتطورة اللي بيمتلكها قدر القائمين عليه ان هم يستعيدوا بعض قوتهم القديمة في سبيل انشاء عالم جديد طيب هل في حد تاني فاضل في العالم؟ ايوة في مكان تاني اسمه هاي هاربر او الميناء العالي هي بس بالعربي مكتوبة هاي هاربر ده تجمع لمجموعة من البشر رفض النظام الجديد ده لانه يعني هو عمل لنا حرب عالمية تالتة بالفعل وعايشه بشكل بدائي شويه لكن عندهم حريه اكتر بالمقارنه مع النظام الجديد ومن الناس اللي عايشين هناك موجود طبعا حد يخص كونان اللي هي صديقته لانا طب في اي بلاد في اي قارات عندنا اي فكره الكلام ده بيحصل فين ايوه ما نعرفش ولا بنعرف اي بلاد ولا بنعرف الارض اللي كونان فيها دي او الارض اللي لانا بتنتمي ليها اسمها ايه كل اللي نعرفه ان هم من مكان اسمه الغرب وما نعرفش إذا في حتت تانية نجت أو فيها تجمعات بشرية غير المنطقتين دول ولا لأ. إحنا ما مش عشان الكاتب عايز يغلس علينا ومش عايز يقول لنا ولكن لأنه قال لنا بالفعل إن المياه غطت كل حاجة، وإن الاتصالات اتقطعت بين كل الأماكن وبعض، وبالتالي مفيش خطوط طيران، مفيش إنترنت، مفيش رادارات، ومفيش أي حاجة تعرف تعرفنا أبعد من الكام مكان اللي حوالينا دول. وبالتالي وارد يكون في ناس تانيين في حتت تانيه بس احنا ما نعرفش وهم كمان ما يعرفوش حد هنا الكلام يبدو كويس يعني اي عام في كارثه قضت على اغلب الجنس البشري ودمرت كوكب الارض ولكن على الاقل في لسه ناس بتفهم وبتفكر عندها قدرات تمكنها من خلق العالم الجديد او على الاقل هيبقى في يعني التجمعين دول يعملوا حاجه يعملوا بشريه واحده ما يجراش حاجه مش كده كان هيحصل لو كانت الرواية دي بتحكي عن عالم مثالي ومية مية ولكن الحقيقة ان الرواية دي بتحكي عن العكس بالظبط بتحكي عن عالم انتهى معناه ايه الكلام ده؟ اقول لكم معناه ان القوة اللي فاضلة في العالم قررت انها بدل ما هنقعد نساعد بعض ونلم بقى البشر اللي فاضلين ونستفيد من خبرات بعض وتجارب بعض ونبني عالم جديد اكثر امان وتسامحا قائم على الاحترام المتبادل والمساواه والعدل قررت انها تعمل عالم جديد اكثر تعصبا وتحكما وشرا من العالم اللي الاول اللي اصلا انتهى بحرب عالميه ثالثه دمرت كوكب الارض كله، كان اللي حصل ما حصلش. طيب ايه علاقه الكلام ده كله بقى بكونن؟ كونن طول سنوات عشته لوحده على الجزيره قدر يكون صداقات مع الطيور اللي حواليه اللي بشكل ما كان بدا يحس انهم الصله الوحيده اللي بتربطه وبتربط بين باقي البشر الموجودين لو موجودين ومن بين كل البشر كانت صديقته لانا هي اكتر حد بيفكر فيه ومتاكد بشكل ما بدون اي دليل انها كمان نجد بحياتها وموجوده في مكان يمكن مش بعيد عنه لحد ما في يوم سفينه من السفن النادره المتبقيه في العالم طبعا لان مفيش بنزين تنتمي للنظام الجديد بتعدي على الجزيره اللي فيها كونن وتتفاجئ ان في حد قادر يعيش على جزيره صعبه ونائيه زي دي وعايش لوحده، لأ وغير ده، ده باين كمان عليه إنه في صحة كويسة وعنده لياقة عالية جدا، فيقرروا إنه الشاب القوي ده لازم يجي ونستفيد منه في النظام الجديد، فياخدوه كأنهم بيقبضوا عليه. الغريب إن اللقطة دي بالظبط بتخلي كونان يسمع صوت في راسه بيقوله إنه لازم يروح معاهم، وإنه ده جزء من الخطة اللي هو بطلها. يفضل كونان مش فاهم هو الصوت ده جاي منين؟ هل اتجنن يعني من القعدة لوحده؟ ما كان كويس طول الفتره اللي فاتت اشمعنا دلوقتي طب هل هم بيتلاعبوا بيه من خلال بث اصوات معينه تجبره على اتباع اوامرهم طب هما مش مضطرين انهم كده كده اكتر منه ومعاه سلاح وبالتالي هيقبضوا عليه كده كده بمنتهى السهوله فهنا بيقرر كونن للمره الثانيه انه هيصدق حدسه حدسه يعني احساسه الداخلي هو كان عنده شيء بيقول له ان الصوت اللي سامعه ده هو صوت القائد والزعيم والبطل تيتشر. تيشر ده بالمناسبة هو جد لنا صديقته الأنتيم وكان في العالم القديم قبل ما العالم ينتهي عالم مهم شديد الذكاء والحكمة والحقيقة أنه هو شديد الذكاء لدرجة أنه بيعرف يتواصل عن طريق التخاطر والتخاطر يعني أنه حد يركز بشكل شديد جدا على توصيل فكرة معينة في رأسه هو لشخص تاني ما هوش هنا خالص والفكرة دي توصل هو كونان كان بيجيله شعور كده إن الكلام الحكيم اللي هو بيسمعه أحيانا في راسه ده لازم يكون جاي من شخص حكيم زي تيتشر، هيكون مين يعني اللي بيقول له كلام كده؟ والحقيقة إن إحساسه ده في محله، لأنه بمجرد ما بيوصل أرض النظام الجديد بيكتشف إن تيتشر عايش هناك مختفي ومتخفي بقاله خمس سنين، عامل نفسه شخصية عامل في المينا مسؤول عن المراكب والمخازن، وهو متخفي لأن النظام الجديد بيدور عليه لانه الوحيد العايش او الوحيد اللي احنا عارفين انه عايش ويقدر يساعد في بناء تكنولوجيا العالم القديم في النظام الجديد ويادوب دوب كونان بيوصل والمشاكل تبدا ترف على دماغه اولا ده واحد عايش لوحده في ظروف صعبه جدا بقاله خمس سنين بيعوم ويصطاد ويبني بيت ووسائل دفاع واماكن لتخزين الاكل فما ينفعش فجاه يلاقي نفسه سجين او عامل من ادنى الدرجات محبوس في النظام الجديد ومطلوب منه بقى انه يسمع أوامر هو أصلا مش مقتنع بيها من ناس هو أصلا عارف انهم مسؤولين عن الخراب اللي حصل في العالم فطبعا ده بيوقعوا في مشاكل زياده لحد ما تيتشر بيصارحه بالحقيقه انه كان مستنيه عشان خطه الهروب الكبير اللي هو بقاله سنوات بيشتغل عليها علشان ينقذوا ما يمكن انقاذه او ما تبقى في ظل كوارث ثانيه اكبر واخطر هتحصل قريب جدا وفقا لحسابات تيتشر وتيتشر بالمناسبه حساباته ما بتخيبش يعني هو نفسه اللي من سنوات تنبا بالكارثه الطبيعيه اللي هتحصل بسبب الحرب بسبب الاضرار الرهيبه اللي عانى منها كوكب الارض المسكين لسنوات طويله وبالتالي لما يقول ان في كوارث تانية اكبر واخطر هتحصل لازم نصدقه ولازم نتحرك بسرعه وفورا بس خط الهروب دي مش بالسهل كده اولا لانه تيتشر دلوقتي راجل عجوز المركبه اللي بيبنيها عشان يهرب بيها دي مركب صغيره مش معده للرحلات الطويله ومهما حصل وفي احسن السيناريوهات هما معهمش ولا بوصله ولا خريطه ولا جي بي اس يوصلهم لهاي هاربر فضلا عن هذا النظام الجديد وبسبب رغبته الشديدة في إحكام السيطرة على ما تبقى من البشرية قرر إن الناس نوعين يا إما ناس معانا في فريقنا وإما أعداء لينا لازم نتخلص منهم وبالتالي تيتشر لو عايز يمشي أو ياخد معاه كونان في مهمة إنقاذ العالم، الكلام ده كله ما يخصهمش، والعقوبة اللي هتوقع عليهم ببساطة لو اتمسكوا هتبقى إنهم يترموا في الصحراء لحد ما يموتوا من الجوع أو العطش أو الاتنين. فضلاً عن إن هذا النظام الجديد وبسبب رغبته الشديدة في إحكام السيطرة على ما تبقى من البشرية، قرر إن الناس نوعين، إما ناس معانا في فريقنا، وإما أعداء لينا لازم نتخلص منهم. وبالتالي فكره ان تيتشر عايز يمشي وانه كانن ياخده معاه علشان وراهم مهمه انقاذ العالم الكلام ده كله ما يخصهمش والعقوبه اللي هتوقع عليهم ببساطه لو اتمسكوا هي انهم هيترموا في الصحراء لحد ما يموتوا من الجوع او العطش او الاثنين وبالمره بقى عشان المصايب ما بتجيش فرادة يعني المشاكل كلها لازم تيجي مره واحده بنفس هذه الاثناء وتيتشر وكانن بيستعدوا لمغامره نتيجتها يا اما هلاكهم يا اما انقاذ البشريه كانت انه لانا واهل هاي هاربر بيعانوا في نفس التوقيت ده من وباء جديد عمال يموت الناس ويحصد الارواح ومحدش هيقدر يسيطر ويحل كل المشاكل دي الا حكمه تيتشر وشجاعه كانن طيب هتسالوا يعني ايه حكمه تيتشر وشجاعه كانن اللي هتيجي تحل وباء هقول لكم أصله الوباء ده حيله النظام الجديد بيستخدمها عشان يضغط على اهل هاي هاربر عشان يخليهم يستسلموا لسطوتهم بشكل ما وبالتالي المطلوب هو وجود زعيم يقدر يناقش ويساوم ويخرج بأقل خسائر من اجل التفرق المشاكل الاكبر والاخطر والاكثر اهميه محدش هيعرف يعمل ده غير تيتشر بمساعده كان هل بقى خطه تيتشر دي هتنجح وتنجح لحد فين ما انتوا عارفين ان معظم الخطط اللي زي دي لازم بتبوظ في النص طب اصلا اصلا في فعلا خطر ممكن يكون اخطر من كل حاصل ده ولو موجود هل في فرصه للنجاه ولا الافضل بقى نستسلم للوضع الحالي ونسيب الطبيعه تاخد مجراها وخلاص وصحيح هو اصلا ايه المد الهائل اللي الروايه متسميه عليه طبعا ده انتوا هتعرفوه لوحدكم لما تقروا الكتاب المميز في روايه المد الهائل انها في وسط كل الاحداث الكبيره الخطيره السريعه اللي بتحصل ورا بعض دي بتطرح شويه اسئله في النص مهمه جدا ويمكن ما بالكم منها لو مشيتوا ورا الاحداث بس زي مثلا في ظرف زي اللي حكيت لكم عليه ده هل المطلوب هو انقاذ البشريه كلها بما فيها النظام الجديد اللي هو اصلا تسبب في الوضع ده وما زال بيتسبب في مشاكل اكبر ولا الصح ان هما يسيبوهم يموتوا وينتهوا لو قلتوا ينقذوهم طب مش ده هيديهم فرصه تانية يعملوا حرب تانية واذيه تانية لناس تانية هما اصلا بيحاربوهم طول الروايه هينقذوهم وبعدين يرجعوا يحاربوهم طب لو قلتوا لا طب ما ينقذوهمش طب ايه الفرق بينهم كفريق طيب في هاي هاربر وبين النظام الجديد نفسه او الفريق الشرير يمكن مهم كمان اقول لكم ان الروايه بتنتمي لتصنيف ادب الخيال العلمي ويعني جوه ادب الخيال العلمي بينتموا لتصنيف تاني اسمه ادب الديستوبيا الديستوبيا هي المدينه الفاسده او العالم الخيالي المخيف اللي بيسيطر فيه الخراب والشر فاحنا هنا عندنا قوى شريرة تسببت في حرب أدت لنهاية العالم ومع ذلك لسه بتحاول تتحكم في البشر الباقيين من أجل السيطرة على العالم والناس في العالم ده يا إما ينصاعوا ويقبلوا الوضع يا إما يبقوا أعداء زي هاي هاربر كده وتيتشر وكونان ولانا وكل الشلة دي فالثيمة دي كلها اللي انتوا بتلاقوا الرواية أو القصة بادئه في مكان غلط وظرف صعب أي حاجة شكل ده اسمها ديستوبيا وطول الرواية هتلاقوا الكتب بيحطنا أمام اختيارات صعبة جدا لأنها بتتلاعب معانا ما بين الأخلاق أو يعني الصح والغلط وبين المنطق بتاع أنه الهدف النهائي هو القضاء على الأشرار فليه بقى نفكر في الموضوع هيا أنا مش هديكوا أي إجابات ولكن عايزاكم تفكروا في الموضوع بجد وانتوا بتقروه يعني حتى سوبرمان وباتمان وكل السوبر هيروز اللي احنا نعرفهم ما بيقتلوش الأشرار اللي بيحاربوهم طول الرواية ليه؟ أنا بقول لكم ده عشان تيتشر كان هيودي نفسه في داهية ويبوظ الخطة الكبيرة اللي هو عاملها عشان ينقذ العالم كله علشان خاطر ينقذ الناس التانيين، فأنتوا رأيكم هيبقى إيه في تصرف زي ده؟ هو ده إجابة السؤال اللي أنا سألته في البداية. خلوني بقى أقول لكم إن الرواية دي اتبنى عليها مسلسل كرتون ياباني اسمه فيوتشر بوي كونان من إخراج هايو ميازاكي المخرج الشهير العمل عمل كمان قلعة هاول المتحركة اللي اتكلمنا عنها قبل كده واللي يعتبر بشكل عام من أهم صناع افلام الانيميشن في العالم انه هذا المسلسل الياباني صدر باللغه العربيه باسم عدنان ولينا كونان بقى عدنان ولانا بقت لينا مش عارفه فرقت في ايه والمسلسل ده يعتبر كان من انجح مسلسلات الكرتون والانيميشن لانكم في الاخر في الاغلب هتلاقوا لازم حد في العيله اتفرج عليه وهو صغير وبتهيالي كمان تقدروا تلاقوه بسهوله جدا تتفرجوا عليه اونلاين وان كنت دايما بنصح ان انتوا تقروا الكتاب الاول قبل ما تتفرجوا على اي فيلم او مسلسل او عمل درامي اتعمل او اقتبس منه لإنه الكتاب دايماً بيتيح فرصة أكبر للتخيل سواء في الشخصيات أو الظروف أو الأماكن، فتصوركم أنتوا العاصفة والجزيرة والبحر العالي والسجن والهروب، كل ده هيكون دايماً أكبر بكتير من اللي ممكن أي عمل تتفرجوا عليه يقدمها ليكم. كتاب بالعربي وبالإنجليزي في حدود 160 صفحة، يعني يعتبر كتاب صغير وكل الأحداث اللي بتحصل فيه دي أحداث سريعة جداً جداً. هو مناسب من سن 10 سنين لحوالي 100 سنه. بس كده، كده انا خلصت كلامي ولكن لان الكتب ما بتخلصش ويا رب ما تخلص ابدا استنوا حلقه جديده مع كتاب جديد وعالم جديد ومغامره جديده اوعدكم تعجبكم جدا جدا جدا. شكرا